هذا علم روسيا الاتحادية بالطبع، ظهوره مرفرفاً لم يعد عادياً في دول بعينها، حتى إنه قد يقودك إلى السجن. فهذا ما حدث مع هذه السيدة، فما القصة؟ يلانا كريل ناشطة من لاتفيا، حكم عليها بالسجن لمدة 3 سنوات بعدما علقت العلم الروسي على نوافذ منزلها، بالإضافة إلى راية كتبت عليها بوتين صديقي، إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لكن ليس هذا فقط ما قاد كريل إلى السجن، إذ أخذت تساند روسيا في حربها المندلعة مع أوكرانيا، نعم البلد الذي تعتبره لاتفيا صديقة، وتقف ضد حربها مع روسيا لما تربطهما علاقات وثيقة سوياً توجت بإبرام اتفاق أمني ثنائي في أبريل الماضي.